سلام البنات، سلام متتبعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الموضوع الاكثر طلبا من عند السيدات. انتم البنات خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. هنا البنات هي دخلات، شفتوا تما تحيديو باش نمشي هكا بحال كنتي كضاربي في الطوموبيل. هاد لاباراي البنات هي فاش كيتعبروا بالنسبه لشحال ديال السيدات اللي كتسولوا على سونطخ البنات، فراه يعني لادريس ديالو معروفه حدا البوسطه الكبيره بجانب دار القران في مدينه بني ملال. اللي بغات تجي تاخذ رونديفو مرحبا، الف مرحبا نور هاني دخلات تعبر. يلا يعني صافي انور لبسات بحال لا كتدحز. هي الدكتوره اكرام امدره الدكتوره. دونك بالنسبه لنور هان بقات مستقره بنت لنا دابا لقاش اصلا اي نقصات من الوزن ديالها، لان هي غاديه في النمو ديالها، يعني واخا الوزن ديالها تيبقى هو هو راه طولتي بزاف. كيفي بالنسبه لاكور كروسونس ديالها ولات نورمال ولات طبيعي. ما عرفتي غير شحال ديال البنات، سمحي لي قاطعتك، شحال ديال البنات تيقولوا لي بركة عليها حبسي على الريجيم، كنقول لهم لا راه دابا ولات في الوزن ديالها الطبيعي ما حابساش عليها. ما تتبعش 100% النظام، ما ان شاء الله دابا هي بزاف الوليدات الصغار ولا الكبار ملي كيبداو يتعبروا على مده تيوليو يراقبوا شي شويه. مره الانسان غليطات ما تيضروش، ولكن غير ما يكونوش يوميا. وليني دابا الحمد لله لا الوزن ديالها هو هذا. لا بقات مستقره، هذا هو اللي صونسيال. ايوا الحمد لله. انتم البنات من بعد ما تعبرات نور هانت انا لحقاش انتم عارفين كنت شاركت معاكم ديك المره كيفاش تنقصت 20 كيلو راه غير بالنظام الغذائي اللي كنت متبعه. دابا غادي نتعبر وغادي نشوف الفرق ما بين اخر مره فاش تعبرت فيها ودابا. انتم البنات ادي ورقه نور هانت لبرتي كل شيء خضره دي نور هانت كل شيء ناشط يعني راه يعني النتيجه الحمد لله مزيانه ما شاء الله. اللهم لك الحمد. وهذه النتيجه ديالي هذه ديالك مزيان. دونك باقي كلشي عندك في الاخضر. الحمد لله، غير البوتي دي ديدغاتاسيون شويه ديال الماء صافي. الماء اللي عندي النقص فيه. عندك نقص الماء، ما كنساي مع البرد الناس ما تيشربوش الماء بزاف، خاص الانسان ديما يحط حدا واحد القريعه ديال الماء يبقى يكمل. وواحد الخطا اللي كنديروه كاملين الدكتوره شنو هو؟ هو المشتقات الحليب في الليل اولا الفواكه في الليل. كتقول لك انا ما غاديش نتعشى، ما غناكل والو، نبقى ريجيم، ناكل واحد جبيبينيه ديال الفواكه اولا واحد الكاس ديال دانون والنعس. راه هذاك دانون يكون مسوس فيه اللاكتوز، فيه واحد السكر اللي في البلاصه تيمشي كيدير لنا كتكون دهنيات. او ايضا الفواكه فيه واحد السكر اللي هو طبيعي ولكن تيجي نيشان في البلاصه البطن، منطقه البطن يعني لا غريس فيسيرال، ديك الدهون الداخليه، وتتبدا الكرش كتنفخ كتقول لك انا راه ما تنتعشاش، راه تناكل غير خفيف وتتزاد ليا الكرش. هذاك هو الخطا اللي تنركز عليه بزاف من هذا المنبر، تنحاول نركز على هذا الخطا. راه هو اللي قلت لك انا وليت مؤخرا كندير هذاك الشيء باش شويه لا غريس فيسيرال. الشحمه ديال الكبد زادت، كانت عندك 4 ديال الكرش ولات عندك 5. هذاك الشيء راه داك الشيء قلت لك راه شي حاجه عندي كنديرها، وقلت انا مع راسي راه ما كناكلش زعما كاين في الليل بزاف ولا شي حاجه. انا كنفضل تاكلي يعني سلطه كبيره واحد ربعه ديال الخضره، تاكلي قطيبات ديال الدجاج ولا حوت ولا شي لحوم بيضاء، احسن من تاخذي هذاك الكاس ديال الياغورت او الفواكه في الليل. يعني ها نتوما البنات خطا كاملين كنديروه، يعني نقولوا ما نتعشاش ناكلوا غير دانون، هذاك دانون راه هو اللي كيدير الكرش. قولوا مزيان ديروا ديروا خضيره، ديروا سمك في الليل، ما تخافوش الا درتوا السكريات في الليل الميتابوليزم يعني ما كيتحرقش، يعني الثقل ما تيتحرقش، داك الشيء مزيان كيتخزن على شكل دهنيات وما تنعرفوش. وبالنسبه للحليب بوحدو مشتقات الحليب كلها كل شيء فيها اللاكتوز. يعني واحد السكر اللي هو ولو كتاخذو مسوس ما كتزيدش فيه السكر، هو اصلا طبيعيا فيه هذاك اللاكتوز. عرفتي انا راه مقفره حاطه عند راسي التمر وحاط والحليب يوميا ودانور. بالنسبه للتميرات اللي تشهاوني ياخذوا موقيت العصر اولا ما بين من مورا الفطور ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما يكونش كثير بزاف، يعني واحد ثلاثه الحبات في النهار. الا كانوا كبار كبيبرين شي شويه وحده، الا كان داك مجهول وحده، ما يكثرش بزاف من السكريات.
ايوا غادي نمشيو غادي نمنع الضانون منعا باتا باش المره الجايه لا في الليل دابا انا كنهضر على الليل باش المره الجايه فاش نجي نلقى راسي حتى دابا كاين تبارك الله لو كور ديالك الحمد لله كامل خضر يعني كلشي مزيان الحمد لله انت في الاخضر يعني الحمد لله كلشي عندك طبيعي وصحه جيده والحمد لله عادي ك 20 كيلو اللي نقصنا ما بغيناش تعقب زاد ثاني مره اخرى ان شاء الله ما ترجعش وانت شتي يعني ما دايره شي تتبغي اذا انت ابخي بزاف يعني لا عادي وما تيرجع لك هذاك 20 كيلو الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك مرحبا البنات حنا دابا سالينا من الصونط غادي نمشيو للدار انا ولهان زوينه البنات قولوا لي برافو شوفوا كل شيء بالاخضر قلت لكم اول ديتهم اليوم كل شيء بالاخضر برافو على نورهان برافو عليها يعني حافظات على الوزن ديالها انا حافظت على الوزن غير هو شويه ديال الدهنيات راني قلت لكم مناش حذاري ثم حذاري خطا كبير كنديروه دانون المشتقات ديال الحليب قبل ما نعسوا البنات المهم غادي نحاول ان شاء الله نصحح هذه العاده سكسات طماطم نحاول نصحح هذه العاده ديال البنات ونشدوا الطريق للدار ان شاء الله رجعنا وصلنا للدار وارى ما تضحكوا ارى بدلت حوايجي لبست البيجاما عرفتوا المشاغبات ديالنا دا ونورهان واحد الحوايج ديال الصابون انا كنجمعهم من السيجور هكاك شطحي انا كنجمعهم من السيجور تنحيدهم تنديهم ليهم البيت باش يطويهم ويزكيوهم في الماريو ديالهم نورهان تجمعهم كديرهم في واحد سميتو في واحد البيزاره وكتجيبهم تحطهم ليا في السيجور عرفتي لاعبين انا وياهم طومون تجيري المهم انا غادي ندير شي حاجه باش ناكلها كيف وأنا ها الريجيم خاصك راه شوف راه طلقت لك تيال اللعب لا ممنوع انا غادي ندير البروكولي انا نسكافي وانت تقول نسكافي مالك صحري وا المهم البنات انا غادي نمشي غادي ندير شي حاجه لان كيف ما شفتوا عندي نقص في الماء غادي نحاول نشرب الماء وبما انني يعني عندي مقاد غير الدهنيات اللي خصني نقص منهم واحد شويه داك الحليب وسميتو فالحليب اللي غنقطعو نهائيا بالليل يعني الا بنشربو نشربوه في الصباح باش نستافد منه الجسم ديالي غادي ندير دابا نتوما غتشوفوني شنو غادي ندير على حساب باش ناكلو بحال ما هكا في العشاء لحقاش ما واكلاش في الغداء المهم بلا ما نكذب عليكم لا شي حاجه ما واكلاش البنات في الغداء غير فطرت مزيان وصافي دابا درني الجوع خصني ناكل شي حاجه غنمشي نصايبه ونشوف هذوك المشاغبات شنو تيديروا اللي قلت لكم على امك شوف حوايج ديال الصابون عوض ما تطويهم في الماريو تجمعهم ديرهم ليا في سره وتجيبهم ها نتوما انا راه مقاده السيجور مصايبه البنات وليني المشاخبة هربت نصورت على امك حيت صافي نصورتو عليها صورتو على الخليوة تبات تما شفتو والو تقول يلا دخل البرد عليك دخل المشاغبة يلا علاش اللي ما تطوي حوايجك علاش اللي كان البنات تقولوا ليها طوي الحوايج ديالك راه تيقولوا لك في التعاليق تقرا على التعاليق اللي يلا صافي يلا قادي الكرسي تما قادي حتى نجي انا ينسالي انا نمشي نصايب شي حاجه للماكله وانا منوع الماكله عاده كتعرفي ليها شو كتدير المشاغبه المبرزيطه كل حاجه تالفه في بلاصتها المهم البنات واش خصني البنات نولي نشرب الماء بزاف لحقاش لقيت نقص في الدات ديالي الماء على الاقل خص واحد 8 ديال الكيسان ديال الماء في النهار خديت البنات البروكولي انا غادي نديرو دابا وخديت لي بات
لي بات ها هو لي بات هادو البنات ديال القمح ديال النخاله هادو احسن من لي بات البيضين شوفو تيكونو قهويين قهويين ديال النخاله هادو ها زوينين للناس اللي كيكونوا متبعين الريجيم سميتو هادو زوينين عاوتاني اشنو خضيت هذا صراحه بغيت نجربو جيلي بالليمون لقيتو في مرجان ماركت في بنين بلاد وخديتو اشنو اخر فلورهان اللي باغا القهوه انا غادي ندير خديت من هادو ها الساشيات اليوم ديها ليها هذا علي بات خضيت جبت معايا الصوصيص من عند الجزار هذا بغاو ديال اللوتس هذا ديال الدهين عجب البنات لقاو الله يحماق عليه ماما بغينا ندهنوا به الخبز ماما بغيناه المهم ما عرفتش هذا البنات عرفتوا شنو كيديروا به هذا ابار على انهم كيدهنوا به الخبز وسميتو كيزيدوه في الصابلي فراسكم ولا ما فراسكمش الصابلي اللي كيبيعوا صابلي بريستيج وداك الشيء ديال الحلويات راه كاين اللي كيزيد فيه واحد المعلقه من هذا اللوتس هادي كتجيب داك اللون فهمتوا كتجيب داك اللون بحال قهيوي بحال المهم راه كاين اللي كتزيد منه معلقه وكتجيب حتى واحد المذاق زوين صافي خديت غير هذا البنات خديت هذا سميتو خديت هاد الفينيغريت هادي باش نبقى نديرها في لي سالاد بما انني كنستهلك البنات انا لي سالاد بزاف وهذا المايونيز بسميتو بالبازيليك وداك الثوم القصابي وهذا صلصه ديال الشوكولا بغاوها البنات قالك بغاو يبقاو يديروها في لي كريب وداك الشيء المهم قلت خديتها لي بغيت شي اللي تقبيت اليوم المهم انا اهم حاجه عديت شي تخربيق ما عندي بها عندي الغرض غير بهاد لي بات لحقاش كيعجبوني كنبغي ناكلو ولكن نيت نتخوف من لي بات العاديين البيضين هادو مادام بالدقيق الكامل دايرين 15 درهم الوحده البنات هادو ب 15 درهم هادي تقريبا يمكن 5 دراهم ولا المهم هادي بغيت ندير بها واحد اللعيبه تشيز كيك تجي بحال شكل نوار الشمس سميتو المهم تندير ونجربها معاكم وندير دابا الخضيره غندير الخضيره تفخر ها البنات تفور ماشي تفخر هاويل نديرها تفور هنا لان احسن حاجه هو دابا الخضيره تفورات غادي نوري لكم هاد النقله ديال البنات شاركها معكم تقديتها من واحد لاباج في الانستغرام شوفوا شحال زوينه عرفتوا ثقيله ديال الطاليان ها انتما هادي الدوريجين ديال الطاليان عرفتوا زوينه بحال شكل البانيني فيها جوج ديال الواجهات انا غادي نديرها دابا البنات غادي ندير فيها الخضيره اللي فورت غادي نسوطيها في شويه ديال الزويته بلديه وندير فيها شويه ديال السوسيس حتى هو هادي البنات بس زوينه ثقيله بحال شكل الباليني هنا فيها مشرط وهنا ما مشرطش كتسد باش ما يبقاش داك الزيت يطردك باش ما يبقاش بزاف ديال الحوايج وهي راه ديال الكرانيت ما كتلصق ما والو يعني كديري فيها الكيكه ديري فيها الخبز ديري فيها اي حاجه هادي كانت زوينه كانت عاجباني وملي لقيت الدوريجين وانا نتقداها تنخلي لكم البنات نيميرو التليفون صندوق الوصف ونخلي لكم لاباج منين خديتها اللي بغات تقداها راه دابا دايرين فيهم بروموسيون هانتوما كندير هنايا شويه ديال الزويته بلديه
كيفاش زوينه البنات. كتسدي عليها ما تيبقاش يطر داك الزيت ولا يبقى داك التشاش في البوطه ولا زوينه. فيها غير زويته بلاتي وغادي ندير شويه ديال الابزار، غادير شويه ديال الكامون، وغادي ندير هنايا عندي هذا الا بغيت نديرو دابا مع الخضره نديرو، ما بغيتش نديرو صافي، يا اما شويه الثومه ولا انا معاك يهبط ليا الطونسيو، داكشي علاش ما كنديروش البنات، غندير غير الخضيره بحال ما هكا وزويته بلديه تطردق واحد شويه، وهاد الصوصيص صافي صافي كنبقى ندير ليها بحال ما هكا ونخليه يطيب البنات. شو هذه شحال زوينه واعره البنات، هذه ما تفلتوهاش. يلا حيد الصوت البنات، ها هو شفتوا البلا ديالنا، واخا دابا ما ناكلوش كامل، جاتني نورا قلت لها سيري تنكمل التصوير، قالت لي هاي 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 شحال ديال الصوصات، قلت لها لا راه غنعطيك منه. عسيري انا عارفه راسي بغيت نعطيك منه داكشي، باش راه حطيته في الطوسي اللي عندك البنات. المقله اكثر من رائعه، شوفوا ما حرقت ما حتى شي حاجه، واعره وضروري ماشي بوسيني بويسي برافو برافو برافو، انت عارفه راسي غتاكل منه. حيانا عليك ثلاثه ليا ثلاثه ليك، بوسيني سيري بحالك. هذا شنو هو؟ بروكولي سلقتيه فورته وبالزربة عرفتو في هذوك. الصراحة هادشي اللي ولا دابا الماعن ديال الجرانيت واعرين في ساعة، لا ديك البرمة ديال الجرانيت لا الكوكوت ديال الجرانيت تيطيبو في ساعة. جاتني نور هان، المهم عطيتها في التوصيل ومشات. البنات بغيت نقول لكم كنصيب بزاف اللي كتقول لي صباح بغينا شي طريقه الوزن يكون ديالنا مثالي، بغينا نكبروا المناطق الانثويه، بغينا نكبروا الارداف، بغينا هذه بغينا هذيك، راه كلشي دابا البنات ممكن، راه كاينه الطريقه البرازيليه الا بغيتو تكبروا بها زعما كاين، وكاين النظام الغذائي الصحي المتوازن اللي يعني كيخرجوا لكم اخصائي ديال التغذيه اللي كيزيد لكم غير العضلات فقط، يعني الدهنيات ما كيتزادوش لكم، كيتزادوا لكم غير العضلات البنات. بالنسبه واحد النصيحه وواحد السر غنقول لكم البنات، الماء تكثروا منه تكثروا منه تكثروا منه قد ما قدرتوا. عاوتاني السكريات نهائيا ما تاكلوهمش، يعني حتى اتاي وتشربوه مسوس، حتى قهيوة مسوسة، هادوك السكريات البنات هما اللي كيتحولوا لدهنيات، فاش الدات ديالنا كيتحيدوا منها السكريات يعني كينقصوا بزاف، كيولي داك الماكلة اللي كناكلوها كيتحولوا لنا العضلات، ولا تبعتوا مع أخصائية ديال التغذية كتعطيكم يعني النظام الغذائي اللي تاكلوا، هادوك البروتينات وداكشي كيتزادوا لكم عضلات، هما اللي كيوليو لكم في المناطق الأنثوية، ولكن بالمقابل البنات خصكم تلعبوا الرياضة. كاين رياضه ديال السكواتش، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين تدليك المناطق الانثويه اللي كتبغيو انهم يتزادوا لكم، اولا هكذا الدهنيات كينقصوا لكم من الجسم ديالكم كيتحيدوا لكم وكيوليو لكم عضلات البنات. هذا هو السر اللي بغات الفورمه ديالها تقاد، يعني ابتداء من النظام الغذائي ديالنا، اشنو حنا كناكلو، كناكلو ماكله صحيه كتحول لنا العضلات وكنحيدو الدهنيات وكيتقاد لنا الماء في الدات ديالنا، بزاف ديال الحوايج، البشره ديالنا كتقاد، الشعر ديالنا ما كيبقاش يطيح، يعني بزاف ديال الحوايج البنات. كنا دايرين النظام الغذائي غير متوازن فراه كيرجع لنا على الدات ديالنا البنات. المهم انا تقاسمت معكم السر، كثروا من الماء، حيدوا السكريات، حيدوا الدهنيات والنظام الغذائي، وهكا الوحده كيتقاد ليها الوزن ديالها وكتقاد ليها الفورمه ديالها، كتقاد لها الماكله ديالها.
خاصني قنبه باش نربطها حق ولادتها خاصني قنبه باش نربطها. المهم البنات انا نكمل الماكله دابا. انا راه ماشي من عادتي زكا نور البنات، انا راه ماشي من عادتي كنتعشى البنات، راه ما كنتعشاش يعني كندير الكوتي صافي وكنحبس، لكن اليوم لحقاش ما مغدياش فغادي ناكل. وحتى وكان اللي ضرها الجوع يعني متبع نظام غذائي ولا شي حاجه وضرها الجوع فتاكل الخضره تكثر منها، يعني ماشي مشكل ديك الرابعه ديال الخضره او لا الخضره ما كدير والو، الخضره فقط كدير العضلات. وكاينه حتى الخضره البنات اللي كتغلب والخضره اللي يعني ما كتغلبش، هذا هو اللي نقدر نقول لكم البنات. المهم تناوني في فيديو اخر ان شاء الله على القناه، غادي تلقاو في صندوق الوصف نيميرو التليفون ديال الدكتوره اكرام ياسين، وكذلك اللي بغات ديك المقله مرحبا على الراس والعين البنات.